والفاجعه جات في واحد الظرف هذه قدر الله ما شاء فعل. النادي المكناسي فقد واحد الخليه اللي كتضم واحد ابناء مكناس البراره اللي عطاو الشيء الكثير بفضل ديالهم وصلوا الصوره لفريق النادي المكناسي داخل وخارج ارض الوطن. ما يمكن لي يكون الا القلب كيبكي الدم. هذا ان دل على شيء ان دل على كانوا الاخوان ديالنا، كانوا اصدقاء، كانوا مجموعات، كانوا دوزنا معاهم ايام زوينه، دوزوا معنا ايام الازمه فريق النادي المكناسي. اليوم بالنسبه ليا كعضو في لجنه تصريف الامور داخل فريق النادي المكناسي كاينه مبادره من المكتب اللي ان شاء الله اللي غادي تكون مبادره حسنه اللي غادي تاخذ راحتها ديالها. كاينه مجموعه الامور اللي غتخرج في الوقت ديالها بزيد التذاكر والتوضيح ان كل الناس اللي كيقولوا بان المكتب المسير لفريق النادي المكناسي غادي يعتمد على التذاكر غيعتمد على التذاكر في الحمله ديالو فهو واهم. هناك لجنه مؤقته، هناك تضم ناس من الفاعلين الاقتصاديين من رجالات مكناس من اسماء رنانه اللي ان شاء الله اللي غادي يكون مبلغ محترم اللي غادي يشرف قيمه النادي المكناسي ويشرف لجنه تصريف الامور اللي بالنسبه لنا اللي قررنا باش يتزاد على التذاكر الاخرى. وغادي تكون ان شاء الله من بعد المقابله اللي تحت مرة اللي غتجرى يوم الاحد ان شاء الله على الساعه الثالثه غيتقسموا على عائلات الضحايا اللي هما اربعه زياده على السياسي البوراس اللي كيتواجد حاليا بالسياشوي ديال مدينه فاس اللي كنتمنوا له الشفاء العاجل واللي غيجرى مجموعه اللي جرى مجموعه العمليات واللي الحمد لله اليوم جانا الخبر صار بانه الحمد لله في حاله مستقره. بالنسبه لنا النادي الكلاسي الطريق الصحيح ان شاء الله كلهم رجال مكناس. اقولها واعودها وقلتها في بدايه الموسم، النادي المكناسي ليس ملكا لمرزق ولا العراقي ولا البراده ولا القباج ولا عبد القادر ولا زيد ولا عمر. النادي المكناسي لكل مكانسة هو مشروع، الا كان مشروع الصعود هذا الموسم فاليوم كلهم الناس اكدوا على الرغبه ديالهم للرقيه. هو مشروع المدينه، تدخل السلطات المحليه، الفاعلين الاقتصاديين، المنتخبين، ما نساوش الجمهور المكناسي اللي تواق للعوده الى مدرجات الملعب الشرفي. كنت كنتمنى لو كان حاضر كانت الجماهير لعبت المقابله لعبت النادي المكناسي بشبابيك مغلقه، ولكن قدر الله ما شاء وفعل. الله يرفعنا هذا الوباء والله يرحم دوك الضحايا، وانا لله وانا اليه راجعون. صديقات مدام المرحوم وصديقات مرت سي براده، انت زوجة المرحوم، الاسم ديال المرحوم باش هكا الناس يتقرب لهم. المرحوم سفيان مشكور. كيفاش تلقيتوا الخبر يعني هذه الفاجعه اللي هزات المكناسيين كاملين؟ انا عيطت لي زينب مرت سي براده اللي تا هو معاهم في المكتب، قالت لي هلا راه سفيان مات. قلت لها راه ما يمكنش واش تضحكي؟ قالت لي لا راه بصح تنهضر معاك. قلت لها راه ماشي وقت الضحك هذا، هذه راه ما تنضحكوش هكا. قالت لي هلا راه سفيان مات. ما تقبلناهاش واليومنا هذا مازال ما تقبلنا هذا الخبر، حيت كل نهار كنا مجموعين وكل نهار كنا تنتعشاو مجموعين تنضحكوا مجموعين. يعني اليومنا هذا مازال هذا الخبر ما تيقوش حنا الاصدقاء ديالو ولا العائله ديالو براسها مازال ما تيقات هادشي. هاد الموت هاد الفاجعه هادي مازال ما تيقنا. الزوج ديالك هو اللي كان كينقل البث المباشر باش الناس تشوف؟ لا سيدي لا، حنا غير اصدقاء ديال ديال ديالهم فوالا. لا حنا غير اصدقاء ديالهم فقط. بعد يعني ديال سفيان بالضبط، ديال المرحوم سفيان. الناس يعني بعض المشجعين الشباب اللي كيقولوا بان يعني اداره النادي المكناسي ما تواصلاتش مع عائله الضحايا لا بالنسبه ماديا ولا معنويا وما كانتش حاضره حتى للجنازه. لا هادشي ما كاينش، حيت من الساعه الاولى، ماشي من الساعه، يعني من اللي تلقاو الخبر كانوا سابقينهم في الطريق رجعوا لعندهم لبلاصه الفاجعه، وسي برادا كان براسو في السطات وهبط عندهم من السطات وتبعوهم ومشاو معاهم الازرو، قادو لهم المسائل ديالهم الوراق ديالهم ووصلوهم وبقاو معاهم حتى عطاوهم لهم وجاو معاهم من ازرو المكناس وعاونوه، ماشي عاونوهم، تكلفوا بالمصاريف ديال الجنازه وتيجمعوا لهم التبرعات وتيجمعوا لهم باش يديروا باش ديك الزوجات الارملات اللي بقاو باش يديروا لهم شهريات، ومازال اليومنا هذا تيوقفوهم وتيتواصلوا معاهم وتيمشيو لعندهم. يعني هادشي ما كاينش ديال انهم ما مشاو عندهم ما شافوهم ما والو، ما يمكنش. واش يعني هادشي اللي كتقولي دابا يعني في امر الواقع او لا يعني مجرد مازال الاداره كتبحث فيه لا لا لا، كان اجتماع، انا اللي عارفه بانه كان اجتماع البارح
وترصت هذه الامور وداروا بان غادي يتباعوا التذاكر باش يعاونوا بهم ويتقسموا على خمسة ويعاونوا بهم ويعاونوا بهم هاد الناس هادو العائلات ديال هاد الضحايا وتقرروا بانهم الزوجات غادي يديروا لهم شهريات وغادي يديروا لهم لاسينيساس اللي عندهم الوليدات وتيشوفوا زعما كيفاش غادي يتعاونوا معاهم هادشي اللي كاين الناس كامله كنشوفوا يعني فاش كنا ناقلين البث المباشر في هادشي عند الجنازه ديال جثمان ديال الناس اللي كيقولوا فين هو بالماحي انا ما تنعرفش بالماحي يعني ما خرجت شي تصريح تيقولوا علاش ما خرجت بشي تصريح وما كاينش مجرد يعني رئيس المسير ديال المكتب وكنشوفوا يعني رئيس النادي المكناسي هادو اللي حاضرين انا ما تنعرفش سي بالماحي انا قلت لك صديقه واش شتي في الجنازه ما تنعرفوش انا صديقه ديال الكريم العراقي ديال سي براده وديال انا صديقه الزوجات ياك وتنجمعوا كاملين يعني هاد سي بالماحي انا جو كوني با وما تنعرفوش يعني ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي ماشي هي هذيك شكرا